ظل الاجواء دي يا كابتن بلال، التعادل مش وحش. احنا عمرنا زي ما قال كابتن عادل ما بنقول التعادل مكسب بالنسبه لنا، بس في ظل الظروف اللي قبل المباراه وفي ظل الظروف اللي اثناء المباراه، النقطه يعني خلت الوضع زي ما هو عليه، وعلى الاقل انت متصدر، وان شاء الله المباراه الجايه باذن الله تكسب، خلاص هتنتهي الامور بنسبه مثلا 90%. ان شاء الله كابتن. النتيجه جيده. الاداء سيء. النتيجه جيده في ظل الظروف. النتيجه جيده. حلو جدا. تمام؟ الاداء سيء. ده 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 تعليقي على ماتش النهارده يعني. الاداء مش افضل حاجه بالنسبه لك. تمام؟ لكن النتيجه طلعت بنتيجه جيده وايجابيه، ودي حاجه برضو جيده جدا، انك لما تبقى في وضعيه فنيه غير جيده، وضعيه بدنيه غير جيده، وانك تخرج بنقطه التعادل في ظل بقى المطر والفرقه جاهزه وانت مش جاهز بدنيا والى ذلك، يبقى النتيجه بالنسبه لك جيده جدا جدا. تمام؟ كويس. لانه وضعتك النتيجه كاول مجموعه، تمام، حافظت على تصدرك، رايح مديانه مش مضغوط قوي، ما عندكش الضغوطات الكبيره جدا. تمام؟ لان انت لو انت رايح، خد بالك النتيجه لو انت مغلوب هتبقى انت 5 وهو 7. مظبوط. تمام؟ مظبوط. هتبقى في عندك مشكله، فلازم تروح هناك يعني مفيش قدامك غير المكسب. لازم تكسب. مفيش قدامك غير المكسب. لا محال. بالظبط. فانت النهارده النتيجه بالنسبه لك نتيجه ايجابيه 100% من وجهه نظري الشخصيه. صحيح. اديتك فرص كتير، اديتك فرصه انك تتعادل هناك، فيبقى عندك 7 نقط، تروح القاهره تكسب، يبقى عندك 10 نقط. اول مجموعه خلاص انت حققت اللي انت عايزه من في الحته بتاعه الجروب ستيج. تمام؟ يبقى انت عايز تطلع اول، عشان مش عايز بقى في النص كده ايه تتلعبك مع اي فرقه من الفرق الكبيره برضو يعني. صحيح. يهمك ان انت تبقى ماشي واحده واحده، لان انت برضو ايه غير معد قوي جامد جدا بدنيا وفنيا، انت برضو بعيد بقالك فتره كبيره، 50 يوم كتيره برضو على اللعيبه ان هي ما لعبتش، اثرت على الاداء، حتى بعض اللعيبه بتاعت المنتخبات يعني برضو يعني. في ناس كتير ما لعبتش. تمام؟ فبالتالي اثر الغياب فني وبدني على فرقه النادي الاهلي. فبقول لك النهارده كابتن ايمن النتيجه ايجابيه، ان كان ممكن تطلع ايجابيه اكتر من كده لو في تدخلات سريعه من مستر كولر، لو في تدخلات سريعه ما بين الشوطين مثلا، كانت التغييرات بتتم اللي انت عملتها في الدقيقه 65، لو عملتها في بدايه الشوط الثاني كان ممكن النتيجه تتقلب والشكل يبقى افضل من كده. خد بالك هم سيطروا الشوط الثاني بشكل كبير، اضاعوا فرص كتيره الشوط الثاني، مصطفى تالق الشوط الثاني. تمام؟ تالق وتالق، وكان تالقه واضح بالنسبه لي انا شخصيا، لان انت خد بالك انت الشوط الثاني كنت مضغوط بشكل كبير. أيوة. انت كل 3 4 دقائق عرضيه شوط، وهم مسكوا نص الملعب خلاص، هم سيطروا الشوط الثاني سيطره كامله. أيوة. واحنا خد بالك احنا ما بين الشوطين توقعنا ان ممكن يبقى فيه هبوط بدني لفرقه النادي الاهلي، نتيجه ان انت بتلعب انت لعبتهم نفس الجيم اللي هم عايزينه، كره سريعه قوي، طق طق طق، فاهم قصدي؟ يعني بتروح وترجع تروح وترجع، كره سريعه جدا. فبالتالي وانت اصلا مش اجهز، هم جاهزين، هم بقى لهم 5 ماتشات بيلعبوا في الدوري العام زمان الكباتن، هم اجهز منك بدنيا، فبالتالي انت ما قدرتش تواصل الشوط الثاني بنفس الاداء بتاع الشوط الاول، فحصل عندك مشكله بدنيه، فبالتالي هم ابتدوا يسيطروا على الكره بشكل احسن، ينتشروا في نص ملعب بشكل افضل، يلعبوا من على طرفين ملعب بشكل افضل. فكان هنا وجود مصطفى وعبد المنعم وياسر كان ليهم دور مهم جدا بالنتيجه تخرج النهارده بالشكل السلبي ده، او بالشكل الايجابي بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. تمام؟ فاديت فرديا بشكل كويس، بعض الافراد في فرقه النادي الاهلي ادت بشكل كويس، ده اللي سمح ان المباراه تخرج بالشكل ده. جالك فرص الشوط الثاني برضه. صحيح. فرصتين كان ممكن تسجل منه اهداف، وهنا قيمه الفرص الذهبيه اللي بتيجي. في ماتشات كابتن ايمن يعني ممكن تبقى مضغوط طول الماتش، بس يجي لك فرصه وتبقى دي فرصه النقله بالنسبه لك. احنا خد بالك احنا البطوله اللي فاتت ركله جزاء ضاعت الناحيه دي، تمام، كسبت بيها بطوله افريقيا، ضاعت. مظبوط. استغلال رهيب للفرصه، ده استغلال رهيب لمين؟ مش الفرصه بتاعتك انت، مش انت اللي حققتها، ده استغلال رهيب لفرصه حقها الخصم. فانت عملت ايه؟ استغلتها بشكل رائع جدا جدا جدا، خدت بيها فاينل. صح. كسبت بيها فاينل افريقيا، صح كده؟ طب النهارده لو لا قدر الله انت مغلوب وجات لك فرصه بتاعه كريم في الشوط الثاني، الطبيعي ان هي تبقى جول، الطبيعي ان هي تبقى جول. ما ينفعش يجي لي 3 فرص النهارده في مباراه صعبه عليا فنيا وبدنيا، تمام، والثلاث فرص يضيعوا بالشكل ده، صعب جدا جدا. انت ممكن تقول الاهلي وحش، ممكن تقول، لكن انت وانت بتادي الاداء الوحش انت جالك 3 فرص حقيقي محققين. ايوه. كان ممكن تسجل منهم اهداف، 3 حقيقيين، واحد السرش حد كورتين تقريبا، وكريم فؤاد في الاخر ادي كوره،
فانت ثلاث فرص تقدر تخرج بالثلاث نقط تمام. والسلام عليكم، مش هروح مش هلعب مدياما وهلعب هلعب بيانج افريكان في القاهره وانتهت القصه على كده. فاهم قصدي؟ فانت ده درس يا جماعه، لازم استغلال الفرص. احنا بالنادي بقى لنا 3 4 سنين بنقول يجب استغلال الفرص. الفرق الكبيره لما بتبقى حتى بدنيا مرهقه، فنيا مش موجوده في الملعب، وتتاح ليها فرص، لازم تسجل عشان تستفيد من الـ من وضعك حتى كمان يعني. انما النهارده ما ينفعش يبقى انا بدنيا مرهق تمام، فنيا مش متواجد في الملعب بشكل كويس، ويجي لي واصنع 3 فرص محققين والثلاث فرص يضيعوا. ده صعب جدا جدا، مفيش فرقه كبيره يعني مش هنستحمل يعني، او الناس مش هتستحمل ماشي. او خد بالك الماتشات نفسها مش هتستحمل، لان في الـ في الـ في, الـ في النوك اوت كل فرصه هتفرق معاك، كل فرصه هتفرق معاك تمام. الفرقه مستعده، كباتن اتكلموا على الفرق مستعده كلها. في فرقه النهارده على الساحه افضل من الوداد وافضل من الترجي، في فرق كتير افضل منها. والكره في افريقيا تطورت بشكل كبير، القوه والسرعه بقوا يمتازوا بيها الافارقه بشكل كبير، وواضح ان هم حطوا عينيهم في الحته دي. يعني كان من فتره قريبه ما كانوش الفرق بيستعدوا بشكل الافريقيه، مش بتكلم على الفرق العربيه الافريقيه، النهارده بيستعدوا. النهارده بص على الترانسفير بتاع سان داونز، لعيبه وبارقام، كان زمان ما فيش الكلام، بيعتمد على اللعيبه اللي موجوده عنده، الدنيا تمام وزي الفل، واكسب اكسب ما اخسر اخسر. كمان القيم الماديه بتاعه البطوله خلت الفرقه كلها عينيها على الحته دي تمام. فكل بقى فيه منافسه النهارده شرسه. فالنهارده في النوك اوت، ماتشات النوك اوت، كل فرصه محققه بالنسبه لك لابد لازم تستغلها بشكل كويس جدا. الاهلي عنده عناصر جيده في الخط الهجومي، عنده عناصر تقدر تصنع الفارق تمام، لكن طالما انت عندك عناصر تصنع الفارق يبقى لازم تصنع الفارق. ايه اللي ينقصه؟ بص، اولا ينقص فرقه ينقص لعيبه النادي الاهلي التركيز طول ال 90 دقيقه في الهجمات اللي ليك والهجمات اللي عليك. لان احنا بشعر احيانا ان انت يعني حاسس ان اللعيبه في الملعب ان الفرص هتيجي، لا، الفرص ما بتجيش بسهوله، الفرص بتيجي بصعوبه جدا جدا جدا. يعني الكره بتاعت حسين الشحات يعني وان تاتش يحطها برجله اليمين في الزاويه البعيده على الارض جنب الجول في اي حته اي زاويه جول. ينقص التركيز، وان الفرصه ممكن ما تجيش مره ثانيه، لان في انديه بتضيع منها بطولات بسبب فرصه كانت محققه ان هي تيجي وما جاتش. في نهائي الشامبيونز ليج اللي كسبته مانشستر سيتي، الكره بتاعت الكره اللي اتلعبت بدماغه في العارضه، وكان ممكن مش فاكر مين اللي حطها في العارضه، كان ممكن تيجي جول وينتهي ينتهي اللقاء وخلاص مانشستر يخسر الفاينل وشكرا. لكن هجمه واحده ضاعت ببطوله كامله لفرقه ثانيه. الكوره دي يا بلال عايزه تركيز ولا عايزه تدريب؟ تركيز ما هو كابتن انت بتتدرب طول، انت معتقد ان مثلا حسين الشحات، معتقد ان لعيب زي حسين شحات في ماتش زي ده ومهم وكره زي دي ممكن تخلص مباراه وما فيش تركيز، امال هيركز امتى؟ لا هو فكر انه يلعبها بطريقه ثانيه، انه يوقف وبعدين يحطها. بس هو زي ما بيقول بلال كان في الافضل وهي جايه رجل الباك يحطها مره واحده. على فكره ممكن تكون حاططها بصوره جيده، خبطت في رجل الباك وكانت كورنر اصلا، الحكم حسبها ضربه مرمى، لكن هي خبطه في رجل المدافع يعني المدافع غيرها صح. بس اللي انا عايز اقوله ممكن تكون الكره ما فيهاش احتماليه انك توقفها. ليه؟ لان الكره جايه عاليه من بعيد واللعيبه كلها في ال 18 وانت بتجري، فاكيد وضع طبيعي وانت بتوقف اكيد هتلاقي واحد جنبك طبعا، اكيد يعني الكره مش هتستنى، تمتص الكوره وتنزل على الارض وبعدين تحطها جول، مش في التدريب ما حدش هيلحقها.